تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ونيابة عنه، كرم سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان عددا من منتسبي قوة دفاع البحرين الحاصلين على الشهادات العليا من حملة الدكتوراه والماجستير، وذلك بمناسبة عيد العلم العسكري الثاني بنادي ضباط قوة دفاع البحرين. وبدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك الذي نحتفل فيه بتكريم عدد من الضباط الحاصلين على الشهادات العليا، ويسعدني ويشرفني أن أنيب سيدي صاحب المعالي القائد العام باحتفال عيد العلم الثاني في قوة دفاع البحرين، مباركاً ومهنئاً لكم تخرجكم وحصولكم على أعلى الدرجات العلمية في جميع التخصصات. فإن قوة الدفاع منذ التأسيس قد أولت اهتماماً خاصاً بمسار التعليم متوازياً مع مسار التدريب العسكري، فقد واكب هذا الاهتمام منذ بزوغ الضوء الأول لتأسيس قوة الدفاع الذي وضع لبنتها سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حديثة من لدن سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث تم وضع أهداف تتعلق بتنمية كفاءة منتسبي قوة الدفاع عسكرياً وعلمياً مثل كفتي الميزان، إيماناً بمبدأ أن القوة الحقيقية تأتي أولاً من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية، ومن منطلق أن تنمية الأوطان وأعمارها تأتي إلى قوة تحتاج إلى قوة تحميها وتحصن مكتسباتها. أيها الحضور الكرام، إن ما وصلت إليه قوة الدفاع اليوم من قفزة نوعية في دخول المنظومات العسكرية الحديثة التي تحتاج إلى التأهيل العلمي والعملياتي ما كان ليتحقق إلا من خلال تلك الأهداف العريضة المبنية على الكفاءة الإدارية والقدرات العلمية، فأصبحت لدينا منظومة تعليمية وتدريبية ذات مستويات مختلفة في جميع المجالات والمكونات تعمل بشكل منسجم مع متطلبات ومخرجات كافة الفنون القتالية والإدارية والفنية والعلمية لجميع الرتب. أيها الأخوة الكرام، نحن لا نتحدث اليوم عن الحصول على شهادات جامعية فقط، وإنما نتحدث عن رصيد جديد لقوة العلم والمعرفة، مؤكدين استمرارنا في حمل إرثنا التاريخي الكبير في مجال العلم والتنوير الممتدة جذوره العميقة في أصل التاريخ. ختاماً أيها الحضور الكرام، لا يفوتني في هذا المقام أن أنقل شكر وتقدير القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إلى وزارة التربية والتعليم وإلى مجلس التعليم العالي وإلى جامعة البحرين وجميع الجامعات التي احتضنت وساهمت في تخريج هذه الكوكبة من الضباط على مبادرتهم وجهودهم المستمرة وتقديم الدعم والعون لقوة الدفاع لكافة الاحتياجات في المجال العلمي والتربوي. وكما يسعدني أن أعبر عن شكري وامتناني إلى مديرية التدريب العسكري على جهودهم وعملهم الدؤوب في هذا المجال، وأشكر اللجنة المنظمة برئاسة رئيس شعبة التعليم الأكاديمي، وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير وعزة ورفعة وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ألقى آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة المكرمين. إن مسيرة العلم الحديث في مملكة البحرين انطلقت من رؤى سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى قائدنا الأعلى وإيمان جلالته العميق بأهمية العلم ودوره في نهضة الشعوب ورقي الأمم وبناء الدول، ومنطلقاً ومحوراً للتفاهم بين الدول، وإدراك جلالتها الراسخ بأن العلم أساس في بناء حضارات الأمم وفهم العالم وفهم الشعوب لبعضها البعض. إن قوة دفاع البحرين منذ فجر التأسيس اختطت سياسة للتعليم والتدريب ارتكزت على رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى قائدنا الأعلى ببناء قوة عسكرية عصرية
محترفة تتمتع بأعلى المستويات في الكفاءة والجاهزية، مسلحة بأحدث ما توصل إليه العلم العسكري من العلوم والنظريات العسكرية. فهذه الصروح العلمية العسكرية التي شيدت هي خير شاهد على صدق الوعد وعظيم الإنجاز، كما كان للفكر النير بأن يسير التأهيل والإعداد العسكري جنباً إلى جنب مع التأهيل الأكاديمي، لهو عظيم المردود على الإعداد والتأهيل الشمولي. وعلى أساس ذلك قامت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بتوفير منح وبعثات دراسية لكمال الدراسات العليا في مختلف حقول المعرفة والعلوم الإنسانية والتطبيقية لمنتسبي قوة دفاع البحرين من منطلق الواجب وإيمانا منها بدور العلم والتعليم في بناء وطن مزدهر. فقد كانت أول سنة ابتعاث الدراسات العليا في عام 1980 ميلادي، وكانت أول المنح الدراسية في أواخر التسعينات، الأمر الذي رسخ مفهوم الدور العلمي والتعليمي لقوة دفاع البحرين. بعد ذلك قام سعادة رئيس هيئة الأركان بتكريم منتسبي قوة دفاع البحرين من الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير. حضر الاحتفال سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، وسعادة اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، وعدد من كبار المسؤولين من العسكريين والمدنيين بالمملكة، وعدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة. من جهتهم أثنى المكرمون الحاصلون على شهادات الدكتوراه والماجستير على الجهود التي تبذلها قوة دفاع البحرين لمنتسبيها في توفير الإمكانيات المادية والفرص الدراسية لإكمال الدراسات العليا، وأشادوا بدعم ورعاية صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل عيد العلم العسكري الثاني، مؤكدين بأن رعاية معاليه لهذا الحفل تؤكد عظم ومكانة العلم والتعليم من قبل معاليه الذي لا يدخر وسعا ولا يألو جهدا في توجيه ودفع منتسبي قوة الدفاع نحو التميز في التحصيل العلمي والأكاديمي في مختلف التخصصات العسكرية والأكاديمية. بهذه المناسبة يسعدني أن أهنئ إخواني الضباط على نيلهم هذه الشهادات العلمية سواء في المجال الأكاديمي أو في المجال العسكري، ولا يفوتني في هذه الفرصة أن أتقدم بالشكر إلى سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى القائد على حفظه الله ورعاه على اهتمامه بالضباط منذ تأسيس قوة دفاع البحرين منذ الضوء الأول عند التأسيس. الشكر موصول إلى سيدي صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظ الله ورعاه على اهتمامه بجميع الضباط في نيلهم تلك الشهادات العلمية، وكذلك الشكر موصول إلى سيدي صاحب المعالي القائد العام حفظ الله ورعاه على اهتمامه بأبنائه الضباط في إرسالهم إلى مختلف الجامعات العربية والأجنبية سواء في داخل البحرين أو خارجها، وذلك ليس بقريب على أبناء قوى الدفاع فهم حماة الوطن والدرع الحصين لهذا الوطن العزيز. أنا سعيد بوجودي اليوم مع هالكوكبة من الحاصلين على درجات علمية مميزة.
منتسبي قوات دفاع البحرين عم بيتفوقوا ويتفوقوا ويوصلوا لمراتب علمية مميزة إن شاء الله. هو يوم سعيد جدا أن أكون حاضر عيد العلم العسكري الثاني، ويعني شيء ملفت للانتباه أن في هناك من تأهل بالتأهيل العالي الماجستير والدكتوراه، خصوصا المؤسسة العسكرية يعني تنتقي من الشخصيات ومن أصحاب العقول التي تتمتع بين الشجاعة والعلم وروح الإبداع، وشهدت حقيقة كثير من المعارض التي عرضت إنجازات وزارة الدفاع في مملكة البحرين، وحقيقة شفت الإبداعات وشفت الإصرار وشفت الأفكار النيرة التي تخرج من هذه المؤسسة. وجامعة البحرين دائما تتعاون مع وزارة الدفاع في كثير من المجالات. أشكر سيدي جلالة الملك على هذا اللفتة الكريمة لاحتفال عيد العلم، وأشكر القيادة العامة والدفاع على رأس معالي سيدي قائد العام، وهذا يدل على اهتمام لمنتسبي ضباط قوة الدفاع، وهذا التخطيط يدل على أن في رؤية ورسالة واهتمام من قبل القادة في قوة الدفاع. أود أن أشكر سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على دعمه المستمر لكل أبنائه الضباط وضباط الصف والأفراد في قوة دفاع البحرين. عيد العلم العسكري الثاني مناسبة سعيدة علينا، ونحس بالفخر أن احنا فعلا وصلنا إلى شيء من الكفاءة تفتخر به قوة دفاع البحرين. بهذه المناسبة الطيبة التي حظينا فيها على التكريم لحصولنا على الشهادات العليا، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسيدي ملك البلاد المفدى وولي عهده الأمين والقائد العام على دعمهم المستمر للارتقاء بالمستوى الأكاديمي لمنتسبي قوة دفاع البحرين ولا سيما العنصر النسائي.